الحكاية لم تنتهي بعد، ولم تتوقف حتى بعد إزدال الستار عن الانتخابات البرلمانية في النجف. هكذا يجمع مواطنوها الذين حملوا نواب المحافظة مسؤوليات جمة، منها تشريعية وأخرى خدمية، مع مطالبتهم بالإيفاء بوعودهم وتنفيذ برامجهم الانتخابية. حاليا النواب اللي انتخبناهم المستقلين والتشرينيين ما راح نعوفهم مثل ما كنا نعوفهم سابقا، هسه لا، اباوع له اتابعه، نوابنا الجدد ما راح نعوفهم، نلاحقهم، وما نستر على واحد مقصر لو فاسد، لان احنا مو حزب، احنا الشارع. لو ما الاصوات النجفيه والمجتمع النجفي ما صادوا الى قبه البرلمان. فلذا احنا نرجو من البرلمانيين ان يكونوا يوفون في وعودهم ويباوعون الى الناس كلها وللشعب النجفي. بصوره مختلفه عن السابق ظهرت نتائج الانتخابات التي أسفرت ولأول مرة في النجف عن فوز 5 مرشحين مستقلين، أكدوا بدورهم على دور المواطن في متابعة الأداء البرلماني وتقييمه، وهو ما يسهم بحسب رأيهم في تطبيق البرامج الانتخابية للنواب التي طرحوها أثناء حملتهم الدعائية. إذا تنصل المرشح اللي يفوز بمقعد نيابي عن أي هدف من أهدافه المعلنة، هذا سببه أعزي أن المجتمع اختار اختيارا خاطئا، فيفترض أن يتعرف على المرشح وجوده ونشاطه الاجتماعي والسياسي والثقافي وإمكانيته لمثل هذا الدور أو هذا المنصب. الغد لناظره ليس ببعيد لبيان جدية البرلمانيين الجدد في النجف، لسان حال النجفيين الذين منحوا الثقة لنوابهم في هذه الدورة الانتخابية الاستثنائية بكل مفاصلها. من النجف، محمد رزاق، التغيير.